أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كرة البلد. كرة البلد في كل بيت في البلد. في هذه الحلقة لا صوت يعلو فوق قمة القمة 119، ما لها وما عليها. نتناول أيضا في هذه الحلقة بالتحليل نتائج القسم الثاني وأيضا ترتيب الفرق في القسم الثالث، وهناك التقارير الرياضية والمداخلات الهاتفية والأخبار الحصرية. في بداية هذه الحلقة نتقدم بخالص العزاء للسيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق الذي وافته المنية أمس وشيعت الجنازة اليوم. مات مبارك وما له وما عليه. نتقدم لأسرته وللشعب المصري بخالص التعازي والبقاء والدوام لله. رسالة يعني للقمة 119، رسالة بسيطة موجهة إلى المستشار مرتضى منصور. المستشار مرتضى منصور، الرياضة هي تهذيب للنفوس وليس للحصول على الكؤوس. هذه يعني مقولة شهيرة. يعني كان موضوع القمة 119 شائك، وطلب نادي الزمالك تأجيل المباراة بعد لعب مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي وحصل عليها، ولعب السوبر المصري أمام الأهلي المصري وحصل عليها بضربات الجزاء الترجيحية. طلب المستشار مرتضى منصور تأجيل المباراة، ولكن اللجنة الخماسية الموقرة لم توافق على التأجيل. رسالة للمستشار مرتضى منصور، يعني موضوع الدوري المصري أو الدوري الممتاز، يعني شبه الأمور اتحسمت لنادي الأهلي، وأنا يعني من منطلق حرصي على الدولة وعلى المصلحة العليا للدولة لابد من إقامة هذه المباراة. كان هناك رأي آخر للجنة الخماسية أن لو تم تأجيل هذه المباراة كانت هتأثر على سير الجدول بقية المباريات، وأيضا بعض الفرق تطالب بتأجيل مبارياتها في الفترة القادمة مما يحيل تنفيذ جدول المسابقة. وأيضا رسالة للجنة الخماسية، اللجنة الخماسية لو تم تأجيل المباراة لأن هناك أيضا مباراتين في غاية الأهمية للأهلي وللزمالك. الأهلي يتقابل مع صن داونز يوم السبت القادم، والزمالك يتقابل أيضا مرة تانية أمام الترجي التونسي يوم الجمعة القادم. ما كان هناك مشكلة، ولكن صنعنا مشكلة بلا مشكلة. أولى فقرات هذا البرنامج فقرة الأخبار. اتحاد الكرة يؤجل إعلان عقوبات الزمالك بعد المباريات الإفريقية. قرر مسؤول اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل القرارات الخاصة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي تم إلغائها بعدم حضور نادي الزمالك المباراة. وفضل مسؤول اللجنة الخماسية إعلان القرارات عقب مباراتي الزمالك والترجي التونسي يوم الجمعة والأهلي وصن داونز يوم السبت في ذهاب ربع النهائي لدور الأبطال. خبرنا الثاني في هذه الحلقة إكرامي عبد العزيز يتقدم باستقالته من تدريب طامية. تقدم الكابتن إكرامي عبد العزيز المدير الفني لنادي طامية باستقالته من تدريب الفريق إحدى أندية القسم الثالث وعدم الاستمرار مع الفريق في الفترة القادمة لعدم توافر الموارد المائية من أجل المنافسة على الصعود. الخبر الثالث، أمير مرتضى ثلاث مباريات ألغيت بسبب الأمطار ولا نخشى الأهلي. علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول بنادي الزمالك على إصرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري على إقامة القمة 119، وقال أمير أن اللجنة ألغت ثلاث مباريات في دور القسم الثاني وهي مباريات الداخلية والترسانة
وبتروجيت والزرقاء والنصر والنجوم، وواصل البعض يبرر عدم حضورنا للمباراة بالخوف من الأهلي، واندهش ذلك كثيرا، فكيف حققنا لقبين في 6 أيام ونخشى مواجهة الأهلي؟ خبرنا الأخير رمضان صبحي يعود لحسابات الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا. يستعد الأهلي لجهود رمضان صبحي نجم الفريق في المباراة القادمة أمام صن داونز الجنوب إفريقي السبت المقبل بعد تعافيه للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في العضلة الخلفية وحرمته من الفريق 70 يوما تقريبا. نخرج تقرير مباراة صيد المحلة ودسوق والزميلان عبد النبي النادي وخالد حسان. كابتن مبروك، 3 نقاط غالية، رؤيتك الفنية للمباراة ونتيجة اللقاء. الحمد لله والشكر لله، بنحمد ربنا ونشكر فضله. أنا سجلت مع حضرتك ما بين الشوطين وقلت لك الشوط الثاني هيختلف تماما. احنا مجهزين فرقتنا وعارفين ان هيحصل لنا التايم الاولاني ان الفرقه هتنزل قافله وبتاع رغم الفرص اللي راحت، ولكن احنا عندنا الحلول، عندنا الدكه بتاعتنا كويسه. الحمد لله التغييرات اللي عملها كابتن السعيد قلبت نتيجه المباراه، وكانت دي الثقه الحمد لله مع الجمهور العظيم اللي بيشجعنا اللي احنا النهارده رجعناه فرحان، سواء كان جمهور المحله او جمهور سمنود او جمهور نادي الصيد العظيم بصراحه. والحمد لله بنحمد ربنا ان احنا قدرنا نرسم بسمه على وجوه الناس دي. الحمد لله الحمد لله يا استاذ عبد النبي. طبعا 3 بونت غاليين قوي، بشكر في اللعيبه، بشكر مجلس اداره، لكن بالنسبه للمباراه انا مش راضي طبعا على اداء اللعيبه فعلا، لان اللعيبه من ساعه ما سمعت نتيجه كفر الشيخ امبارح وكسل مش مفيش تركيز، اللعيبه متوتره، الضغط العصبي برضو انت عارف حضرتك الضغط العصبي على اللعيبه، ومعانا لعيبه صغيره كتير مواليد 2000، لما سمعوا النتيجه طبعا هم عايزين يعملوا كل حاجه، والضغط العصبي خليهم مش يعملوا حاجه، لكن احنا بنحمد ربنا ان احنا عدينا في ظروف الشتاء ده. كمان انت كنت ممكن تخسر في الشتاء ده، لان هنا كله بيتساوى، فرقه كويسه مع فرقه مش كويسه في الشتاء بتساوى، لكن الحمد لله بنحمد ربنا. وانت زي ما حضرتك عارف المجموعه صعبه، مجموعه صعبه جدا، ان شاء الله ان شاء الله الماتشات اللي جايه كلها تبقى ماتشات كؤوس. احنا دلوقتي الصعود بقى في ايدينا، في ايد ربنا ثم احنا، كانت الاول في ايد الفرقه المنافسه. انت النهارده اخدم نفسك، المنافس جاي لك هنا ان شاء الله، ان شاء الله المنافس جاي لنا هنا نكسبه ان شاء الله. الخمس ماتشات اللي بره بالرجاله دي ومجلس الاداره المحترم ده وبالجماهير المحترمه دي ان شاء الله هنكسب، وهنكسب منافس ملعبنا، وان شاء الله الصيد يا استاذ عبد النبي انا بقول لك اهو هيرجع لوضعه الطبيعي ان شاء الله في الدرجه الاولى. انا الاول احب اشكر جماهير سمنود المحترمه دي وجماهير غزل المحله، الناس دي على دماغنا بصراحه، يا مرسى منود ده هو والمحله واحد، احنا الاثنين واحد، كفايه اللي هم مستضيفينا وفتحين لنا بيتهم، الناس دي والله العظيم والله العظيم حقهم حقهم النادي الكبير ده يبقى في الدرجه الاولى، وان شاء الله ان شاء الله. بنشكر الزميلان عبد النبي النادي وخالد حسان على تقريرهم في مباراه صيد المحلة ودسوق. أعزائي المشاهدين، هنبدأ مع حضراتكم ترتيب ونتائج القسم الثاني، المجموعة الأولى مجموعة الصعيد. كانت النتائج على النحو التالي: سوهاج يفوز على ديروت 1-0، والمنيا على الإعلاميين 3-0، وبني سويف يفوز على بترول أسيوط 4-0، طهطة تتفوق على تلفونات بني سويف 2-1، وشباب قنا والفيوم التعادل بدون أهداف، الألمنيوم يحقق الفوز على البنك الأهلي 1-0. زي ما حضراتكم تابعين معانا على الشاشة كده نتائج القسم المجموعة الأولى مجموعة الصعيد.
ترتيب المجموعة: بني سويف في المركز الأول 34 نقطة، البنك الأهلي 32 نقطة، الألمنيوم 32 نقطة، شبان قنا 30 نقطة، سوهاج 22، تليفونات بني سويف 22، بترول أسيوط 21، المنيا 19، الإعلاميين 18، الفيوم 15، طهطا 10، وديروت 8 نقاط. لو جينا نتابع مع حضراتكم كده يعني الصعود، الفرق اللي بتنافس من أجل الصعود، هنلاحظ بني سويف لأول مرة على قمة مجموعة الصعيد بعد ما كان البنك الأهلي هو يعني صاحب المركز الأول من بداية الموسم حتى هذا الأسبوع. بكده يكون بني سويف 34 نقطة، البنك الأهلي 32، الألمنيوم بعد فوزه على البنك الأهلي 32 نقطة، وشباب قنا 30 نقطة. الأربع فرق اللي قدام حضراتكم كده هم يعني في منافسة شرسة جدا حتى الرمق الأخير من الجدول. بني سويف والبنك الأهلي والألمنيوم وشباب قنا من أحد الأربع فرق اللي قدام حضراتكم ممكن فرقة منهم تصعد للدوري الممتاز. يا ترى مين صاحب النفس الطويل وصاحب الموارد المائية بني سويف 34 نقطة ولا البنك الأهلي 32، الألمنيوم 32، وشباب قنا 30 نقطة؟ دي بالنسبة لمجموعة الصعيد. المجموعة الثانية اللي هي مجموعة القاهرة والقناة، الداخلية والترسانة تم تأجيله بسبب الأمطار، سيراميكا كليوباترا والقناة التعادل الإيجابي 1-1، بتروجيت والزرقاء أيضا تم تأجيله بسبب الأمطار، والمريخ ومنتخب السويس التعادل الإيجابي 2-2، جمهورية شبين وكوكاكولا التعادل 0-0، وأيضا النصر والنجوم مؤجل بسبب الأمطار. يعني ثلاث مباريات تم لعبها وثلاث مباريات تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية، ودي اللي الكابتن أمير مرتضى منصور أشار إليه إن في ثلاث مباريات تم تأجيلها في نفس يوم القمة 119. ترتيب المجموعة سريعا كده: سيراميكا كليوباترا في المركز الأول 31 نقطة، الداخلية 25، بتروجيت 25، منتخب السويس 24، النجوم 21، جمهورية شبين 21، القناة 21، النصر 19، كوكاكولا 18، المريخ 15، الترسانة 14، والزرقاء 9 نقاط. لو جينا نبص أيضا في هذه المجموعة أربع فرق بتنافس على الصعود، أقربهم سيراميكا كليوباترا، سيراميكا كليوباترا 31 نقطة، الداخلية 25 نقطة ولها مباراة مؤجلة، وأيضا بتروجيت 25 ولها مباراة مؤجلة، منتخب السويس 24 نقطة وأيضا لها مباراة مؤجلة. يعني لو تابعنا كده أربع فرق: سيراميكا كليوباترا والداخلية وبتروجيت ومنتخب السويس، منافسة شرسة جدا من أجل الحصول على بطاقة الصعود إلى الدوري المصري. لو تابعنا مع حضراتكم المجموعة الثالثة، مجموعة بحري واسكندرية، الرجاء المطروحي يفوز على مالية كفر الزيات 4-1، وبقير للأسمدة يفوز على الأولمبي 2-0، بلدية المحلة يفوز على بيل 4-0، فرقه يتعادل مع غزل المحلة 1-1، ودمنهور يحقق الفوز على الحمام 2-0، والمنصورة يتعادل مع ديكرنس 1-1. ترتيب المجموعة الثالثة: دمنهور يصعد من يعني على قمة المجموعة برصيد 33 نقطة بعد ما تخلى فريق فرقه على قمة المجموعة، كان أول المجموعة من بداية الموسم وب 31 نقطة في المركز الثاني، غزل المحلة 29، المنصورة 27، الرجاء المطروحي 25، ديكرنس 25، أبو قير للأسمدة 23، بلدية المحلة 22، الحمام 17، الأولمبي 15، مالية كفر الزيات 5 نقاط،
وبيلا 5 نقاط. لو تابعنا مع حضراتكم كده ممكن يعني من اول الرابع اللي هو فريق المنصوره 27 نقطه، غزل المحله 29 وفاركو 31 ودمنهور 33، 4 فرق ينافسوا من اجل الحصول ايضا على بطاقه الدوري المصري. يعني في منافسه شرسه جدا، ما حدش يقدر يتكهن بنتيجه اي لقاء في اللقاءات القادمه. مباراه مهمه جدا كانت بين المنصوره وتكرنس، وتقدم المنصوره بهدف ثم تعادل تكرنس بهدف التعادل وتم احتساب ضربه جزاء له، تصدى حارس المرمى عاطف نصحي الحارس المرمى المتخصص في صد ضربات الجزاء، عاطف نصحي من الحراس المتميزين جدا في القسم الثاني حارس مرمى فريق المنصورة يتصدى لضربة الجزاء. وأيضا في أسلوب يعني أخلاقي متميز جدا، بنشكر عليه مجلس إدارة ديكيرنس برئاسة المهندس الخضر إبراهيم، في اللاعب محمد ظريف قام بالتوجيه بعض يعني الألفاظ للجمهور اللي كان متواجد في الملعب، فتم خصم 10,000 جنيه من مستحقاته المالية بمعرفة مجلس إدارة نادي ديكيرنس. أسلوب تربوي بنحيي عليه مجلس إدارة نادي ديكيرنس برئاسة المهندس الخضر إبراهيم. أعزائي المشاهدين بنخرج فاصل ونشوف مع حضراتكم تقرير، ونرجع مرة تانية تقرير مباراة فاقوس وشباب ديار للزميل أحمد عبد الجواد. سعيد كابتن احمد عادل لاعب شباب ديار بنجد، النهارده لك النهارده وبطول الفريق. اهلا بيك يا كابتن اولا. والله في بدايه الماتش اتحسب بلن، ما فيهاش اي حاجه يعني، الكره قلبت علينا الماتش، بلن رمى نفسه الحكم حسبها ضربه جزاء، الماتش قلب علينا، جه جوان بقى بعدها غلطات دفاعيه قدرنا ان احنا نعوض كرة لعب الحارس بتاع الفرقة التانية كان متفوق ان هو يطلع الكور. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. شكرا. الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا على الفوز، فوز مهم خالص، بيطلعنا خطوة او اتنين كمان قدام. اعتقد ان احنا ممكن نبقى في المركز الخامس النهارده. بشكر لعيبتي. النقطه المهمه اللي انا عايز اقولها ان اللعيبه دي بتلعب بدون اي مقابل، اللعيبه دي ما بتاخدش اي حاجه، اللعيبه دي بتلعب حبا في الكوره، حبا في اسم نادي فاوس، حبا في مجلس الاداره، في المدير الفني. فانا اي حاجه بتحصل واي تعب هو ده راجع للعيبه دي كلها، لعيبه مخلصه، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. ما شاء الله. ابو عمر مدير المركز الاعلامي نادي فاوس، مبروك الفوز النهارده بطول الفريق. والله الحمد لله على الفوز، الحمد لله على النتيجه، نتيجه مش كويسه، مش وحشه. النهارده بنفوز 4 وكان ممكن النتيجه تزيد، والحمد لله لعيبه رجاله بتادي يعني تحت ضغوط، ما فيش مقابل مادي ولا حاجه، ولكن اللعيبه بتادي وبتبقى على قد المسؤوليه. الحمد لله احنا بنوعد جمهور فاوس وبنوعد كل الناس اللي بتتابع نادي فاوس ان النادي فاوس ان شاء الله يفنش في المربع الذهبي تاني او تالت. فرقه فاوس فرقه محترمه ومعاها جهاز فني محترم ولاعيبه رجاله، بنشكرهم النهارده على الاداء والنتيجه الحمد لله. شكرا كابتن. من ملعب المباراه كره البلد احمد عبد الجواد. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من كرة البلد. إن شاء الله في الجزء الثالث من هذه الحلقة نتناول بالتفصيل ترتيب القسم الثالث لبعض المجموعات، زي ما حضراتكم تابعتوا معانا القسم الثاني ونتائج
وترتيب القسم الثاني. معانا على التليفون الكابتن عبد اللطيف الدوماني نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي نبرو. اهلا بك يا كابتن. حضرتك وطبعا سعداء بيك دايما، وكل حلقه تقدم الجديد ومن تفوق لتفوق ان شاء الله. كابتن دوماني، انت ابن من ابناء نادي الزمالك، ما راي حضرتك في الاحداث اللي حصلت في القمه 119؟ لا يعني انا شايف طبعا يعني انا دايما مع الاستقرار ومع الهدوء ومع الصح. يعني انا كنت اتمنى طبعا العالم كله متابع مباريات القمه طبعا، ومباراه الاهلي والزمالك قبلها باربع ايام في الامارات، العالم العربي كله كان متابعها، ودي من طبعا من اقوى دربيات في الشرق الاوسط والمنطقه العربيه طبعا. تمام. كنت اتمنى طبعا ان الامور تبقى الافضل ونلعب المباراه، لكن انا برضه بلتمس العذر لسبب واحد، ما فيش اكتر من مصلحه مصر. تمام. وما فيش اكتر من البطوله الافريقيه كحدث الفتره الاخيره دي. تمام. يعني كان وجهه نظري ان انا مش مع الانسحاب خالص، لكن انا كنت مع التاجيل لسبب ان ديت دي بطوله افريقيه، بطوله العالم كله بتابعها، بطوله بتفرق. حضرتك عارف اللي بيكسب البطوله دي بيبقى له طبعا تصنيف تاني، وبيلعب بطوله عالم للانديه وحاجات كثيره جدا، فبالتالي ما كناش مضطرين ان احنا نضغط المباريات، ولازم كنا نخاف على لعيبه الاهلي والزمالك خاصه ان مباراه تحصيل حاصل في التوقيت ده، او مباراه تحسين مراكز بالنسبه لنادي الزمالك. فكنت وجهه نظري ان كان المباراه تتاجل خاصه بعد الضغوط اللي نادي حصل له من مباراه السوبر في قطر مع الترجي، وبعد كده مباراه النادي الاهلي في السوبر المصري، والاحداث المشحونه اللي حصلت في يعني السوبر المصري. اكيد طبعا انا كنت مع التاجيل، الامور كانت تهدى شويه، احنا طبعا شعب محترم وبنحب بعض. تمام. يكون هو تعصب يعني بياخد وقت يوم او يومين وخلاص، لكن اول ما تقول منتخب مصر ايه او حاجه طبعا حاجه وطنيه، لا كل اللمه واحده، ومش عاوز اقول لك بنبقى واحده واحده في جميع في كل حاجه، في السياسه وفي الرياضه وفي كل شيء. فبالتالي كان لازم حاله الاحتكام دي كانت تهدى شويه، كنا نستريح يوم او يومين او حتى اسبوع، ونركز ونحضر لمباراه افريقيا اللي هي اهم واهم واهم للدوري المصري. انت حضرتك المدير الفني لفريق نبرو، شايف وجهه نظر حضرتك بالنسبه لنظام الصعود والهبوط، انت يعني بتنافس فرقه بنعبيد 47 بونت ونبرو 43 بونت، فرق 4 نقاط، وليك مباراه ان شاء الله يوم السبت القادم مع فرقه بنعبيد، والفرقتين يعني الدكتور ارماس واعضاء مجلس الاداره هنا وهنا بيعتبروا الفرقتين فريق واحد، ويعني الفرقتين اللي نتمنى لكل احد منهما ان هو يصعد ل الممتاز به. وجهه نظر حضرتك في اولا في موضوع لائحه الصعود والهبوط. مبدئيا كابتن انا طبعا ضد الصعود والهبوط رقم واحد. دي لائحه مش موجوده من بدايه الموسم، اللائحه اللي جت في بدايه الموسم ما كانش فيه دوري محترفين، فبالتالي لابد انك تطبق النظام اللي جالك باللائحه. تمام. رقم واحد يعني. رقم اثنين، يعني صدقني العلاقه قويه جدا 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 بين نادي بنعبيد المحترم ونادي نبرو المحترم، مجالس ادارات محترمه هنا وهنا، صدقني بنعبيد والله ونبرو واحد، ومش انا مش بقول كده وحاجه، دايما ده معروف في المنطقه هنا، نظرا العلاقه القويه جدا جدا بين مجالس الادارات وبعضها البعض. دي مباراه كابتن، لكن هتبقى مجالس الادارات والانديه والكيان هو اللي باقي سواء لنبرو او نادي بنعبيد. المباراة والتسعين دقيقة وهتعدي، والامور هتفضل مستقرة، والامور هتفضل هادية، اللي يكسب مبروك واللي يخسر هارد لك، وما فيش ماتش كورة هيخلي ان يبقى فيه عصبية او ان احنا ان حد يزعل من التاني. اللي يصعد واحد، اهم شيء يعني نبرو وبنعبيد حد فيهم يصعد، ونقول اللي يصعد مبروك، وتاني للي ما يصعدش هارد لك، واهم شيء دي مباراة كرة قدم. يعني اتمنى ان احنا نادي بنعبيد استضاف نادي نبرو وافضل استقبال، وده مش غريب على الدكتور الماس مجلس ادارته المحترمه، نفس الشيء الاستاذ احمد المسيري والحاج احمد ابو ضحى نائب رئيس النادي هيستقبلوا برضه الدكتور الماس ومجلس اداره نادي بنعبيد المحترم احسن استقبال. وفي الاخر دي مباراه كره قدم، منافسه داخل الملعب 90 دقيقه وخلاص وهتخلص، فبالتالي مرحب طبعا، مرحبا بكم في نادي نبرو، النادي بتاعكم طبعا والبلد الثانيه ليكم،
ونفس الشيء والله لنادي نابروه. نتمنى ان المباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه، وفي الاخر اللي يكسب مبروك واللي خسران هارد لك. طيب انت حضرتك مع يعني مع وجهه نظر الصعود الاول مباشره للممتاز به بدون دوري ترقي؟ بص يا كابتن، هاخد وقتك بس دقيقه بالظبط كده يعني. اتفضل. الموسم اللي فات كانت المجموعات اسهل بكتير. تمام. فكان في ترقي، يعني بمعنى ان مجموعه الدهليه كان نصها حالا والباقي فرق مع في المتناول مع احترامي ليهم في مجموعه الشرقيه. وانا شرحت لحضرتك قبل كده في بدايه الموسم، قلت لك حرام يبقى بنا عبيد وشربين ونبارو وميجا وشيكو والانديه الكبيره دي والسنبلاوين انديه عريقه، حرام ان هي تنافس وتطلع منها فرقه واحده. تمام. لا انا اقسم المجموعتين يا كابتن واروح لفرقه في الشرقيه اللي هي في المتناول، او ان هي مش هدفها الصعود، فبالتالي المنافسه تبقى شريفه. ليه؟ انا من صالح الكره المصريه ان انا اشوف مثلا على سبيل المثال الاول والثاني حالا، بني عبيد الاول ونبارو الثاني، من مصلحه الكره المصريه ان انا اشوف الفرقتين دول في الممتاز به. تمام. ما تحرمنيش من فرقه، من فرقه بس من اربع فرق كويسين والصعاب لفرقه. تمام. لا كل كارير اللي يحصل لازم يحصل توزيع جغرافي عشان استفاد بني عبيد واستفاد بنبرو، لكن حرام مجموعه قويه جدا 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 بتلعب ب 28 مباراه وكلها دربيات وكلها ماتشات قويه جدا، وفي الاخر تقول لي لسه الاول هيصفي مع اربع فرق يطلع الاول. ده حرام يا كابتن، ومصاريف باهظه جدا وتكاليف وسفر واقامات وبدلات وحاجات كتيره جدا جدا. يعني انا كان وجهه نظري عاوز تعمل ترقي، لا زي الموسم اللي فات تقسم المجموعه ان اربع خمس من الاهليه على اربع خمس من الشرقيه، اربع خمس فرق من الشرقيه، فبالتالي كنت هنستفاد بكل الفرق العريقه دي. حرام تطلع لي فرقه من نبارو وبني عبيد وميجا وشربين وعمال المنصوره، كلها فرق قويه كابتن. تمام. من غير المقبول وان تطلع لي فرقه بس. تمام. ده كانت وجهه نظري. فانا بالتالي الفرقه شئت السنه دي في سفر وفي نتائج ومجموعه قويه جدا، لابد الاول يطلع مباشره دوري ممتاز. ومصاريف باهظه جدا يا كابتن دمان السنه دي، يعني الانديه يعني عملت مبالغ كبيره في تعاقدات اللعيبه ومرتبات ومكافئات الفوز، يعني صرفت مصاريف كبيره جدا، مش هتقدر تستمر بنفس هذه المصاريف في اذا كان هناك ترقي في المرحله القادمه. اكيد وفي الاخر فرقه هتصعد بس يا كابتن، ما برضه انت بتصرف نابورو هيصرف شربون هيصرف فرقه هتصعد. صدقني يا كابتن انا المجموعه الداليه اقوى مجموعه في ال 12 مجموعه والله. هي بيشبهوها يعني بالممتاز به. هي ممتاز به، حرام ما تطلع لي الفرقه والباقي كله، ما يعني حرام يبقى بني عبيد يصعد نابورو، لا حرام نابورو يصعد بني عبيد لا، وفي شربين وكلها انديه عريقه وكلها لها باع طويل في الممتاز به. تمام. اتمنى الصعود الاول مباشره يا كابتن والله. شكرا يا كابتن دوماني وكل التوفيق لكل انديه الدقهليه. نرجع مره ثانيه اعزائي المشاهدين لبعض نتائج المجموعه السابعه، مجموعه في القسم الثالث. المنافسه شرسه جدا بين بورتو السويس 49 نقطه وبور فؤاد 46 والنوبه الرياضي 45 نقطه. ثلاث فرق ينافسوا من أجل الحصول على بطاقة التأهل. بورتو السويس 49 بفارق ثلاث نقاط على بور فؤاد، وآخر مباراة كانت مؤجلة كان بين بور فؤاد وبورتو، وقدر بور فؤاد يفوز على بورتو 2-1، وبكده قرب يعني عدد النقاط إلى ثلاثة نقاط فقط. وأيضا معاهم في يعني في المنافسة فرقة النوبة ب 45 نقطة. بعد كده ترتيب المجموعة السابعة: كهرباء الإسماعيلية 36، سماد السويس 35، منشية الشهداء 32، دمياط ويعني الاسم الكبير اللي لعب دوري ممتاز بيأتي في المركز السابع 29 نقطة، وأيضا غزل دمياط في المركز الثامن 26 نقطة، ميت الخولي 23، راس البر 22، مركز شباب أبو شحاتة 19، بلدية الإسماعيلية 17، مركز شباب أبو صوير 13، وغزل السويس 7 نقاط. بالنسبة للمجموعة الخامسة يعني الأمور قد يكون حسمت للشرقية للدخان 52 نقطة، وأيضا معاها المصرية الاتصالات 47 وجولدي 42، أيضا يعني منافسة ثلاثية من أجل الحصول على بطاقة التأهل. الشرقية للدخان 52 نقطة، والمصرية للاتصالات 47 نقطة، وجولدي 42 نقطة. أعزائي المشاهدين نخرج فاصل لنشاهد أهداف المنصورة وتكرنس ونرجع لكم مرة تانية. لو قلت
ثلاثة من كبار المعلقين ميمي الشربيني وأيضا حمادة إمام وأيضا أشرف شاكر، مجموعة من المعلقين على أعلى مستوى، المنصورة اللي قدمت النجوم في كرة القدم في كل شيء، في التعليق، في الصحافة، في كل المجالات الرياضية، والمخالفة للمنصورة وتحت كرة عالية. ضربة جزاء لدي كيرنس وداخل 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 وحبا رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين في حلقة كرة البلد، كرة البلد في كل بيت في البلد. نتناول ترتيب القسم الثالث بعد ما يعني تناولنا مع حضراتكم بالتحليل والنتائج القسم الثاني، وشفنا مداخلة الكابتن عبد اللطيف الدوماني نجم الزمالك ومنتخب مصر. المجموعة الثامنة منافسة شرسة جدا بين كفر الشيخ 47 نقطة وصيد المحلة 47 نقطة وعثماصون 41 نقطة. معانا زميلنا حسن ضاحي مراسلنا من اسكندرية، اهلا بيك يا حسن. اهلا بيك الزميل العزيز الاعلامي المتميز استاذ محمد عبد النبي، ويعني كل مستمع ومشاهدي كرة البلد، ويعني مجهود وطفرة كبيرة وتغطية يعني متميزه يعني لكل المجموعات، دوري المظاليم، دوري القسم الثالث ودوري الممتاز. ده يمكن النهارده اختتمت يعني فعاليات مجموعه مطروح، يمكن مجموعه صعبه وقويه، يمكن النتائج المصري بالسلوم بيحقق الفوز على الشباب طبعا بهدفين نظيفين، والحريه بيحقق فوز على الهلال ايضا الضبعاوي بهدفين نظيفين، وبرج العرب بيحقق فوز على نادي مطروح بهدف نظيف، وتعادل ايجابي بهدف لكل فريق ما بين نادي الجزيره وشباب الحمام. وكانت مباراه صعبه النهارده، يمكن المنافسه يعني اتكلمت عليها في بعض مجموعات حسمت، ولكن مجموعه مطروح في منافسه يمكن في اسبوعين، ومنافسه قويه على الصعود ما بين الجزيره والمصري بالسلوم والهلال، وبياتي الحريه ومطروح ليهم
ليهم امل. يمكن اول ثلاث فرق يمكن الهلال والمصري وال ب 24 بونت والحريه ومطروح ب 20 بونت، وعلى الجانب الاخر مجموعه اسكندريه والبحيره يمكن المنافسه ثلاثيه ما بين نادي سبورتنج ونادي الترام ونادي مياه البحيره. طيب يعني موقف فرقه المجموعه اسكندريه شايفين منافسه ثلاثيه بين سبورتنج والترام ومياه البحيره، منافسه شرسه جدا. حسن قول لنا يعني المنافسه يعني وضعها ايه وعاملين ايه لعند دلوقتي؟ يمكن فرق 4 بونت ما بين نادي الترام ونادي ميه البحيره، وثلاثه بونت ما بين سبورتنج وايضا مياه البحيره. يمكن هي مباراه هنا نتيجه مباراه يعني نتيجه مباراه. ويمكن نادي الترام بالامس تعادل ايجابي بهدف مع شباب البري، وايضا كان تعادل ايضا مع مياه البحيره في اخر مباراه تعادل. وكانت المفاجاه يمكن نادي سبورتنج هزم من فريق كفر بولين في على ملعب كفر بولين. يمكن هيصعب الاثريه الاخيره والمنافسه هتصعب على ثلاثي ميه البحيره والترام والبورتنج، ان هم هيلعبوا فرق انها بتنافس على الهبوط او بتطارع الهبوط للقسم الرابع، وهي دي هو ده يعني حلاوه الكره وجمال الكره. وايضا يعني مش هيبخس حق الفرق اللي هي يعني عايزه تنجو من الهبوط للدرجه الرابعه. يمكن يعني شايفين الشكل العام ان صعب ان فريق من الدرجه الرابعه يصعد بسهوله للقسم الثالث، ولكن شكل اتحاد الكوره انه يقول لك هيهبط 5، ان هو يعني الانديه حاسه انها يعني هتغرق بلا عوده. يعني الموضوع صعب جدا كابتن. شكرا يا حسن، وكل التوفيق لفرق اسكندريه وفرق مطروح. شكرا لزميلنا حسن ضاحي مراسل البرنامج. اعزائي المشاهدين، زي ما قلنا لحضراتكم المجموعه الثامنه منافسه شرسه جدا بين كفر الشيخ وصيد المحله، كل منهما يجمع 47 نقطه، وايضا المجموعه العاشره سيرس الليان يخطو بخطوات ثابته نحو الصعود 47 نقطه، ثم ياتي فريق الشرقيه ب 39 نقطه، يعني قريب جدا فريق سيرس الليان، يعني مباراة أو اتنين لو قدر يحسمها هيصعد مباشرة. سيرس الليان عنده 47 نقطة بيفرق عن فريق الشرقية بـ8 نقاط كاملة. نيجي بعد كده أعزائي المشاهدين للمجموعة التاسعة اللي هي أقوى المجموعات زي ما أشار الكابتن عبد اللطيف الدوماني. بنعبيد في المركز الأول 47 نقطة، نبرو 43 نقطة، وميجا سبورت 40، وعمال المنصورة 38. قد تكون الأمور يعني منافسة شرسة جدا بين بنعبيد ونبروه. بنعبيد متبقي له 6 مباريات، بينما نبروه له 5 مباريات فقط. مباريات الأسبوع القادم بالنسبة للمجموعة التاسعة: الأمير مع المطرية، مياد دقالية مع شربين، السنبلاوين مع ميني سمنود، نبروه مع بنعبيد، شيكو مع شبان بدواي، طلخة كهرباء طلخة مع ميجا سبورت، والمنزلة مع عمال المنصورة، بينما فريق بلقاس باي هذا الأسبوع. نخرج أعزائي المشاهدين فاصل لنشاهد تقرير أبو شحاتة وغزل السويس مع الزميل محسن السيد، ونرجع لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. انت عارف ان احنا والله يا ربنا يعلم احنا عندنا 15 لعيب ما بين موقوف ومصاب،
احنا النهارده جايبين يعني من الفرقه 12 لعيب ومعايا 6 لعيبه. انت لو بصيت في الاسكور هتلاقي 2 حراس مرمى احتياطي. احنا جايبين 6 من اللعيبه الناشئين الصغيرين اللي لاول مره بيشاركوا في دوري القسم الثالث، مواليد 99 ومواليد 2000. فالحمد لله الحمد لله. يعني طبعا الدوري طويل واصابات كتير وايقافات كتير. والله اللهم لك الحمد، يعني فضل من الله ونعمه. الحمد لله رب العالمين، فوز كان مهم جدا خاصة ان احنا بنعاني في الفترة الاخيرة ديت، لكن الحمد لله رب العالمين. خاصة كمان بتلعب فريق كويس جدا عن 36 نقطة، طبعا فريق طبعا في المقدمة، كل احترام والتقدير ليه. والحمد لله رب العالمين، فوز مهم جدا في الفترة الجاية، فاقول الحمد لله رب العالمين. ابو شهادة كده بتاعت يعني خطوة نحو منطقة الامان؟ لسه بدري يا كابتن، لسه بدري، فاضل 5 ماتشات ان شاء الله باذن الله، نسال الله ان يمن علينا فيهم ان شاء الله من عنده، لكن لسه بدري، لسه بدري ان شاء الله باذن الله، لسه يا كابتن ان شاء الله. الله مستعان. شكرا يا كابتن. الحمد لله رب العالمين. قبل اي حاجه الفوز جاي في توقيته، محتاجين كل بونت 6 ماتشات اللي باقيين عشان البقاء يعني في الدوري. زي ما الناس كلها شافت فرقه كويسه، فرقه محترمه، بنلعب كره على الارض، بنهدف وبنروح وبنيجي، جهاز فني محترم، كابتن محمود سمنه وكابتن ماجد سلامه وكابتن داسه وكابتن عبد الله وكابتن محمد عاطف، الناس كلها مش مقصره. بضلك المطوشه. انتهت مباراه ابو شحاته واسمنت السويس بالمجموعة السابعة بفوز ابو شحاتة 2-1. من ملعب ابو شحاتة بالاسماعيلية كان معكم محسن عبد الحليم وعرسة عبد الرؤوف. رجعنا لكم مرة تانية اعزائي المشاهدين الكرام، بنشكر الزميل محسن عبد الحليم مراسلنا في الاسماعيلية. اعزائي المشاهدين، كرة البلد بنغطي مع حضراتكم كل الاحداث الرياضية أول بأول، سواء كان القسم الأول أو الثاني أو الثالث. هنواصل مع حضراتكم نتائج المجموعة الستة، مجموعة القاهرة. السكة الحديد في المركز الأول 45 نقطة، البلاستيك 40، مصر التأمين 40 نقطة، العبور 38 نقطة، مصر الجديدة للإسكان 36، اتحاد الشرطة 36 نقطة. منافسة شرسة جدا بين السكة الحديد والبلاستيك ومصر للتأمين. أيضا مجموعة العريش، النصر بالعريش 25 نقطة وشباب الخربة 23 نقطة، نادي 6 أكتوبر 18، نجمة سيناء 17، أبي صقل 14، شباب الرابعة 7، شباب بلوزة 6. مباريات الأسبوع القادم في المجموعة الرابعة عشر، في الأسبوع الرابع عشر، شباب رابعة مع شباب بلوزة، العريش النصر بالعريش مع 6 أكتوبر، شباب الخربة مع نجمة سيناء، وأبي صقل مع يعني باي هذا الأسبوع. لو تابعنا مع حضراتكم المجموعة التاسعة، مجموعة الدقهلية، زي ما ذكر الكابتن عبد اللطيف الدوماني من أقوى المجموعات اللي موجودة في القسم الثالث. منافسة شرسة جدا بين بنعبيد بقيادة الكابتن عادل صديق المدير الفني، وأيضا دعم كامل من مجلس إدارة نادي بنعبيد برئاسة الأستاذ الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بنعبيد، بيتصدر المجموعة برصيد 47 من نقطة، وأيضا بيأتي فريق نبروه في المركز الثاني برصيد 43 نقطة. بنعبيد لها 6 مباريات بينما نبروه لها 5 مباريات فقط. يعني لو قدر المباراة القادمة إن شاء الله يوم السبت القادم فريق بنعبيد يفوز أو يتعادل، هيكون اتحسم الأمور بنسبة كبيرة لفرقة بنعبيد. لو العكس، فريق نبروه قدر يفوز على بنعبيد، هيبقى الرابط المنافسة مرة تانية. معانا ومعاكم أعزائي المشاهدين زميلنا العربي الأشموني مراسلنا من ديكيرنس. أهلا بك يا كابتن عربي. اهلا وسهلا زميلي الحبيب الغالي صديقنا الاعلامي الكبير كابتن محمد عبد النبي من كرة البلد، القناة جميلة الصحة والجمال والبرنامج الرائع اللي بيغطي كل اندية مصر سواء في القسم الاول او الثاني او الثالث او الرابع. انا بشكرك كابتن محمد عبد النبي، وتبلغ لنا شكرنا لفريق الاعداد بالكامل الأستاذة مارينا الحقيقة، يعني اللي قايمة بدور أكثر من رائع في فريق الإعداد،
وكل الزملاء اللي موجودين مع حضرتك. معانا مخرج الروائع النهارده الاستاذ وليد عماره، مخرجنا الرائع النهارده معانا في هذه الحلقه. حبيبنا مو طبعا 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 مخرج الروائع الاستاذ وليد عماره، دائم الابداع دايما. تمام. دايما يا استاذ محمد عبد النبي دايما يعني بتفاجئنا بحاجات جميله جدا جدا. انا بشكرك جدا وبشكر برنامج كره البلد من ملعب ديكيرنس. استمتعنا بأجواء جميلة جدا جدا حقيقة في القسم الثاني والممتاز به مجموعة بحر يا كابتن محمد. أنا كابتن العربي بس كنت لسه هسأل حضرتك سؤال بسيط كده. بالأمس كان لكم مباراة مع المنصورة والمباراة التعادل فيها 1-1 وتم احتساب ضرب الجزاء لديكيرنس، لو قدر يفوز أو يقدر يحرزوا الهدف كانوا أصبحوا فائزين 2-1. في هناك يعني أسلوب تربوي أنا أشدت به في بداية الحلقة للاعب أيوة. محمد ظريف عندما أشار للجمهور طبق عليه مجلس الإدارة برئاسة الباشمهندس الخضر إبراهيم غرامة 10,000 جنيه. قل لي تطورات هذا الموضوع كده وصدى هذا الموضوع في ديكيرنس حتى الآن. الحقيقة كابتن محمد يعني كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي ديكيرنس بقيادة الباشمهندس الخضر إبراهيم اللي قايم بدور تربوي سلوكي جميل جدا جدا. إزاي لاعب إن هو يتطاول مثلا بأو إشارة أو لفظة أو أي حاجة ملهاش لازمة، جمهور شتم لاعب ديكيرنس محمد ظريف. محمد ظريف طبعا المفروض ما يردش اثناء هو محمد ظريف كان احد لاعبي فريق المنصوره في العام الماضي. اي ما هم كان في بقى ديربي بقى يعني تمام ديربي الدقهليه فهم بيحاولوا ان هم يضعفوا من معنوياته او ياثروا عليه، فالمفروض اللاعب يركز في المباراه. صح. فطبعا طبعا عايزين يخرجوه عن شعوره من المباراه، طبعا بعض الجمهور القليل لان الجمهور المنصوره كله اصدقائنا وحبايبنا واهلنا، لان ديكيرنس والمنصوره ديربي ده اهلاوي محافظه واحده. تمام. وكلنا بنحب بعض واشقاء مفيش مشكله. تمام. الدور التربوي اللي عمله الباشمهندس خضر رئيس مجلس اداره نادي ديكيرنس قايم بدور تربوي جميل جدا ان هو وقع عقوبه على لاعب محمد ظريف بخصم 10,000 جنيه من قيمه العقد بتاعه. تمام. عمليه يعني تربويه اكتر يعني ما شفناهاش في الدوري الممتاز يا كابتن محمد، شفنا في مباراه الاهلي والزمالك وتعدي بالالفاظ والجمهور يشتم شيكابالا وشيكابالا يرد على الجمهور وحاجات غريبه كده. طب يعني اخر استعدادات فرقه ديكيرنس للمباراه المرتقبه امام فاركو الاسبوع القادم ان شاء الله. والله يا كابتن محمد المباراة المرتقبة اللي جاية هتبقى مباراة صعبة جدا، لأن فاركو اتعادل مع غزل المحلة وتجمد رصيده عند 31 نقطة مع غزل المحلة، يعني كده ضمنهور ركب المجموعة تمام 33 بنط أول المجموعة الثالثة اللي هي بحري. تمام. فصعبت المأمورية على فاركو وهو جاي ملعب ديكيرنس، وذكريات المباراة الأولى في الدور الأول ذكريات مؤلمة لان ما قدرش يفوز على ديكيرنس في اسكندريه في ملعب فاركو. تمام. فاي ديكيرنس وطبعا فريق فاركو يعني بيفكر كل التوفيق لفريق ديكيرنس يا كابتن العربي. اشكرك كل التوفيق لفريق ديكيرنس ولكل فرق المجموعه. اعزائي المشاهدين يعني مر الوقت سريعا بحضراتكم، حلقه جميله وظريفه وممتعه شيقه بها كل المعلومات الرياضيه، تناولنا بالتفصيل ما جرى في القمة 119 ونتائج وتحليل القسم الثاني وأيضا نتائج القسم الثالث. نشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء في حلقة قديمة من كرة البلد في كل بيت في البلد، كل يوم أربع في تمام الساعة 6 مساء. طبتم بمساء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر يعني مخرج الروائع الأستاذ وليد عمارة ورئيسة التحرير مارينا جمال. بنشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.